استشهد 4 شبان فلسطينيين في قصف طائرة مسيرة استهدف مدينة جنين صباح اليوم، في وقت صعد الاحتلال حملته ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، واقتحمت قوات الاحتلال جنين بعدد كبير من الآليات وسط تحليق مكثف لمسيرات الاحتلال فوق سماء مدينة جنين ومخيمها. وبالتزامن مع ذلك اقتحم الاحتلال مناطق عدة بالضفة شملت قرى في مدينة الخليل ونابلس، اندلعت على إثرها مواجهة عنيفة مع الفلسطينيين.